بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله المحاضره بتاعتنا هي كيس سيرفي، اللي هو التريتمنت بتاع الرينال فيلير. الرينال ريبليسمنت سيرفي او العلاج اللي ممكن نستعيد بيه عن الكلى، اللي هو الدياليسيس والترانسبلانتيشن. هنتكلم، كان هو يعتبر يعني المحاضره دي ملحقه بالمحاضره بتاعت السكينين، بس احنا هنتكلم حبة تفصيلية عن الدياليسيس والترانسبلانتيشن عشان نبقى ايه اورينتد ايه. طبعا المحاضرات دي كلها هي مجرد انها بتحطنا على الطريق اللي احنا نقدر نقرا المواضيع بتاعت الميثولوجي، مش هي دي طبعا السورس الاساسي اللي بتحط منه الامتحان او السورس الاساسي للمذاكره. هي مجرد المحاضره دي توضيحيه، توضح لنا المين توبكس في كل موضوع، او الحاجات المين او المين بوينتس اللي نقراها في المواضيع بتاعتنا. وطبعا لازم يبقى في كتاب تاني، سورس تاني موجود معانا، سواء كان كارنت، مار، ديفيدسون. في طبعا السورسات اللي احنا وي سجست ان انتوا تقروا منها، كل واحد يحاول يشوف السورس اللي يريحه ويقرا منه، طبعا بجانب طبعا المحاضرات. هي المحاضرات بتوضح لك المين بوينتس او المين بوينتس على مستوى الاندر، وفي طبعا مين بوينتس على مستوى البوست جرادويت. فعشان ما نكبرش الموضوع خالص نقول لك المين بوينتس على مستوى الاندر عشان تقدر تقراها برضه. وطبعا لو في اي نقاش او اي استفسار احنا ممكن نعمل ان شاء الله اوفيس اورز نناقش فيها، او محاضره على التيم نناقش فيها في اي نقط محتاجين تستفسروا منها ان شاء الله باذن الله. المحاضره زي ما قلنا هي رينال ريبليسمنت ثيرابي، ومصطلح كلمه رينال ريبليسمنت ثيرابي دوت الحاجه اللي بتقوم بوظيفه الكلى او بتعمل ريبليسمنت للكلى. طبعا مفيش حاجه تقدر تعمل ريبليسمنت بوظيفه الكلى طبعا. فالدياليسيس اول حاجه هنتكلم عنها، معنى كلمه دياليسيس هو فلتره او بيوريفيكيشن للدم من السموم اللي كانت بتريتينشن او بتتجمع بسبب الرينال فيلير. فالدياليسيس ده بيعمل فلتره للدم ويرجع تاني للجسم عشان يؤدي الوظيفه او بتاعت الكلى. طبعا ما يقدرش يؤدي وظيفه الكلى بنسبه 100%، لكن هو حاجه بتساعد البيشنت تو هيز لايف. الدياليسيس طبعا في نوعين، عندنا فهيم دياليسيس اللي هو مشهور بنسبه 95%، وعندنا التريتونيوم دياليسيس اللي هو اقل شهره ومش منتشر جدا في مصر الا في فيو سنترز هير في ايجيبت، لانه في كومبليكيشن كتير مش مشاكل كتير جدا يعني. فهنتكلم عن الهيموداياليسيس اللي هو النوع الاولاني. قبل ما نتكلم عن الهيموداياليسيس او البيرتونيا داياليسيس، الاندكيشن بتاع الداياليسيس دي تجميع من المحاضرات اللي قلناها النوع بتاع الاكيوت والكرونيك. طبعا الكريات كليرنس يبقى اقل من 20 مللي بالمنت، ال 1 مللي 7 مللي يعني ده معناه ان البيشنت رينال فيلير موجود يوريك سيمتوم زي النوزيا والانسز والالتيميت سليب ريسك، او وجود منتال ستيتس ديستربنس زي الكوما، ستيوبر، تريمورز، وجود بريكاردايتس او تامبونات. بريكاردايتس دي بتبقى بسبب اليوريا، طبعا اليوريا بتعمل حاجه اسمها بريكاردايتس، وبتقدم بتعمل حاجه هنعرفها بعد كده اسمها يورين كرام، بيبقى صوت كده على مستوى البريكارديا اللي بنسمعه بالستيثوسكوب. يبقى بريكارديتس، تامبونات، بليتلت ديسفانكشن، دي انديكيشن للارجن دياليسيس، ريفراكتوري فلويد اوفرلود، يعني ريفراكتوري يعني حاولنا بالتريتمنت ما فيش نتيجه، او بينا دايوريتكس ما بينزلش. فريفراكتوري هايبركاليميا، ريفراكتوري ميتابوليك اسيدوزيس، all this indication for dialysis. الهيموداياليسيس in general it is done 3 times per week every session about 4 hours. فكرة الدياليسيس ان المسافة الماشين بتفلتر البلد and then it return again to the body. يبقى 3 hours so 4 hours 3 times per week، so it is hemodialysis.
طبعا في ماشين بتفلتر الدم. In this picture اللاين بتاع الماشين، مش الماشين نفسها، ده اللاين بيخرج طبعا من البيشنت، بيقدم الدياليسيس من دراعه، ونعرف الاماكن اللي البيشنت بيركب فيها اللاينز بتاعت الدياليسيس. طبعا البيرمننت سايت هو دراعه او الارم، لكن مشكله الارم ان هو بيقعد فتره على ما تيور الشنط ديت، فلذلك ممكن يركب تمبوري كاستر سب كليبيان او فيمورال او جاجلون بي لغايه ما يؤدي الشنط ده الوظيفه بتاعته، يبدا ان هو يغسل. فعندنا اللاينز بتاعت الدياليسيس، عندنا الدياليسيس ماشين في ارتري بيسحب البلاد فروم بيشنت ويمشي بيه، يخش على دياليزر او فلتر تو بي فلتر، وزين ريجين ريتيرن اجين تو ذا بادي عن طريق لاين ازرق اللي هو الفين. طبعا خلال الدياليسيس دي المكنه او المشين شغاله، وبندي انتي كوجوليشن عشان نمنع البلاد تو بي كلوتد في الفلتر، وفي بامب بيخش على دم عليه طبعا دم الفلتر. طبعا عشان تشوف الدياليسيس ماشين لازم الايه تبقى فاهم هاو ات ورك، دي اهم حاجه. فالدم بيتسحب من البيشنت تو بي دياليزد او فلتر زين ريتيرن اكين تو ذا بيشنت ان سيمبل كده. ده شكل الدياليسيس ماشين الدم ديت. The patient بيقعد الدياليسيس بتاعه from R. البلاد بيتسحب عن طريق لاين، بيخش بيطلع على بامب هنا، وبعد كده بيخش في الفلتر، الفلتر قدامنا اهو، بيتفلتر وبعد كده يخرج تاني في اللاين الازرق يرجع للبيشنت. يبقى دي الهيمو دياليسيس ماشين. الاكسس اللي البيشنت بيعمل منه الدياليسيس قلنا يا ان بيرمنت سايت اللي هو بتبقى في الدراع وبتبقى اسمها الشنط، ايه دي شنط، او تمبوري سايت ده طبعا عشان ساعات في بيشنت ما يقدرش يقعد فتره في لوكيشن الارجنت دايزس، فلازم نعمل تمبوري كاستر يا اما تتركب في الشابلون او سكريبيون او ثور ليل، بيبقى ليها تو لاينز برضه خلي منها بتأدي نفس الوظيفة، بس طبعا مش الانفكاسة بتاعتها على الدياليسيس أقل كتير جدا من الشنط. الشنط طبعا بتقوم في الأرم، وإن إنفست لا يعني الدرافت إنفست لا تيك أباوت 50 دايز تو ماتيور، وهي بتتعمل بواسطة الفاسكور سيرجر كومباين بالأرتري بالفين، بتقعد فترة على ما تشتغل. الدرافت ده يسمى بالارتفيشال فين ديفكتيف للبيشنت، وبيقعد فتره برضه من 2 to 6 weeks، يعني بيقعد فتره اقل على ما يشتغل برضه. بس طبعا التمبوري سايد على طول ونس انسيرتد في البيشنت، البيشنت كان دو دياليسيس فروم ات، ونس انسيرتد كان دو دياليسيس فروم ات. التمبوري سايد اللي هو التمبوري كاستر اللي بتركب في الجبلر والسبليبيان والتمبوري بيد، الادفانتج بتاعها قلنا ان هي ابليكابل easily placed once inserted can be used immediately. مشكلتها ان الاتيكس بتاعتها on dialysis not good, it loses its function greatly and infection is more common in tunneled castor. طبعا tunneled castor ناخد نعرف يعني اسمها مش عليكو قوي هتفضل اندرسيت، واسمها موقر هي تعرف ان التمبرال كاستر بتركب في الجاجلر والسبليبيان والفيمورال بين، والبيرمننت سايت ده طبعا بيتعمل في الارض، وما ينفعش كلايف سيفنج يتعمل على طول البيرمننت سايت ده، لازم نركب تمبرال كاستر وتركب الاول ويعمل دراسيس منها until we do the permanent site that can patient dialyze for it. يبقى ده حل مؤقت جدا ان البيشنت يركب تامنت كاستر. طبعا دي صوره للتنل كاستر اللي بتبقى راكبه هنا في جبلر بين، وواضح فيها تو لاينز ارتري بين يسحب دم البيشنت ويرجع تاني عشان يتفلتر الدم بتاع البيشنت. مشكلتها زي ما احنا شايفين كده انها اكسبوز تو اير في وسط الانفكشن، الفيكس بتاعها او شوف اللاين حتى لو صغير، فطبعا الفيكس بتاعها على دياليسيس ماشين ما بتبقاش كويسه، بس طبعا هي لايف سيفنج المده بتاعتها اللي بتقعدها بتقعد اسبوعين شهر على حسب الهايجين اوف بيشنت. دي صورة الإيد الفيستولا والإيد الجرافت، الإيد الجرافت هو الوليد الصناعي والإيد الفيستولا ده برضه.
دي كلها اسمها اي دي شنط، بيقدم بيشنت نيون دايلسيس، والافكاسي بتاعتهم بتبقى اعلى جدا في الدايلسيس ماشين. طبعا ليهم كومبليكيشن، في كومبليكيشن، بس احنا البيشنت اللي عنده اي فيستولا او اي جراف في بريكوشنز معينه لازم تفرم اللي فيه اي شنط او اي فيستولا to be protected from any harm, any injury. اي في لاين ما تركبوش في الدراع ده، البلاد بريشر ما يقسوش خالص من الدراع ده برضه عشان نتجنب ان يحصل اوكلوجن او انسداد في الشنط او الفيستولا. فهو دراع محصن، يعني ايه اي حاجه بنحاول نبعد عن الدراع ده خالص. طبعا في سريل مع الشنط او الفيستولا تبقى تيوب نبدا نحسها بسبب قوة البامب بتاع البلاط فيها، ففي سرير اللي بيتحس كده زي السرير اللي كنا بنحسه على الكارديك ميموريز. طبعا في بروبلمز تحصل في الاكسس، طبعا زي ما الاكسس تمبراري سايد قلنا في انفكشن ونوت وركينج جود وفانكشن لوس اوف فانكشن كويكلي. في الايدي شنطة او الفيسبل ممكن يحصل فيها ثرومبوسس، ممكن يحصل بليدنج بعد ما البيشنت يخلص الموضوع الدايلسيس، بتبدا اللاين سيكشال ممكن ينزل من دراعه فتره، سواء لو بياخد ادويه سيوله ممكن يحصل انفكشن بس اقل كتير من التمبرال كاستر. ممكن يحصل حاجه اسمها سابليفيان ستيل سندروم، يبقى بروكسيمال اوكلوجن في السابليفيان ارتري، فبالتالي يحصل ريتروجريد او ريفرس فلو للبلط في البرتبرال والانترنال ثوراسيك ارتري، نتيجه وجود قلنا بروكسيمال ستينوزس في السابليفيان ارتري. دي اشهر الاكسس بروبلمز اللي ممكن نلاقيها سواء كانت في الايفي شان ديسبلا او جرافت. يبقى احنا اتكلمنا عن الهيمودايلسيس كده ان كويكلي، اتكلمنا عن شكل، شفنا الايفي شان والايفي فيستلا الجرافت والايفي فيستلا، وشفنا التيبرالي فاستر مكانها في الجبلر هنا، ساعات بتركب السب ليفيان تحت وساعات في ماي فين. قلنا الكاستر دي مشكلتها انها بور فلو لوس فانكشن كويكلي انفكشن، بس هو حل سريع جدا ايميديتلي يعني البيشنت بيشتغل على طول لغايه ما يعمل ايدي فيست او ايدي كرافت. وده شكل الهيموداليسيز ماشين زي ما اتكلمنا عليها، وقلنا الماشين بيخرج من اللاينز اللي هي الارتري اللي بيسحب الدم البيشنت ويتفطر ويرجع تاني من فين. وكلمنا ان جنرال قلنا الهيموداليسيز 3 to 4 times but mostly 3 times في ايجيبت هنا down 3 times. كل قاعده ليها شواذ، ممكن في patient معين ممكن لهم 2 times بس حالات معينه خالص. احنا يعني نعرف ان جنرال بتاعنا ان الهيموداليسيس 3 times per week take about 4 hours. It is a machine that filter blood and return it to the body again. وكلمنا برضه في المحاضره عن indication of dialysis، ودي كانت تجميع عن الindications اللي كانت في المحاضرات اللي قبل كده. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الهيموداياليسيس. النوع الثاني اللي هنتكلم عنه هو البريتونيال داياليسيس. فكره البريتونيال واسم البريتونيال يعني عن طريق البريتونيال، عن طريق البريتونيال اللي هو اللايننج بتاع الابدومين. فكره البريتونيال داياليسيس ايه؟ يعني ان جنرال كده احنا شوف بس شكل فكرة البريتونيال دياليسيس إن أنا بركب كاستر بطن المريض بتخش في البريتونيال كافيتي، بعد كده سوليوشنز معينة وتركيز معين وأوزمولاريتي معينة ببدأ أفضيها فروم باك تخش في الكاستر وتخش في البريتونيال كافيتي، وبعد كده مش قافل الباك دي وأقفل الكاستر وأسيب الفلويد جوه البريتونيال كافيتي بالأوزمولاريتي معينة بتاعتها وبنها فتره في البريتونيال كافيتي، وبعد كده ابدا اركب الباك تاني واسحب الفلويد دي. دي طبعا اسمها عمليه اكستشينج. طول ما السوليوشن اللي انا حطيته يبقى فريش اكتر بيعمل اكستشينج او ويست بسرعه، ويست سبستانس من ال بيعمل اكستشينج بيتيك الويست سبستانس بسرعه عكس ما يبقى السوليوشن يقعد فتره في بطن المريض. لذلك انا بحاول اعمل الموضوع ده 4 و5 تايمز بير داي، وابدا اغير السوليوشن بسرعه واركب الباك في تاني، اغير باك اتاكد في الكاستر في البروتين الكافي وخش السوليوشن جوه الاوزمولاريتي المعينه بتاعته، وبعد فتره ببدا اركب الباك تاني واسحب السوليوشن اللي انا دخلته.
فيوجن بقى خارج، هيبقى خارج بالويست سابستانس، خارج بالفلويد الزياده في الجسم، وبعد كده ابدا اتخلص منه في اي مكان، بعيد بعيد طبعا، يعني ما ينفعش ان احنا نرمي السوليوشن بالويست، بيبقى توكسيك سابستانس في مكان يعني ايه متناول طبعا، رابش في اي مكان بعيد كده، ابدا افضي الشنطه دي ونبدا نستخدم نيو باك ثانيه عشان نأدي to repeat the process. طبعا in general كده ال patient ما بيبقاش comfort، بيبقى مش comfortable perineal dialysis ال patient عامة، بس في أحيانا ال patient كتيرة بيحبوا يستخدموا، ممكن يستخدموا في البيت خاصة ال ambulatory perineal dialysis، بس هي مشكلة الكاستر اللي بتبقى خارجة منه. يبقى احنا كده الفكره بتاعته زي ما قلنا كده، السوليوشن دخل في الكاستر وخرج، وبعد كده ببدا اركب الباك تاني وابدا اسحب السوليوشن من البيشنت. طبعا زي ما احنا شايفين السوليوشن خرج، دخل هو فريش، خرج بلون تاني هو توكسيك سبستانس اللي خرج بيه. يبقى دي فكره البريتونيال داسيس ان جنرال كده، الكلام المكتوب ده هو الفكره اللي احنا قلناها. هو البريتونيال داسيس مكتوب ان هو تريتمنت الكيدني فيلير، بيستخدم اللايننج اوف يور ابدومين اللي هو البريتونيوم. قبل ما نعمل البريتونيوم داناليسيس بنركب كاستر عشان نبدا نفضي فيها السوليوشن. السوليوشن ده بيبقى ووتر ويز اديتيفز ليها اوزمالتي معينه. وين ذا باج از امتي ابدا افضي الباج، ابدا اشيلها واقفل القسطره تاني عشان كده البيشنت ممكن يقدر يتحرك، لان مجرد ما القسطره تتقفل ويبدا يلبس تاني يتحرك ويمارس حياته. طول ما الفلويد جوه بيأبسورب الويست والاكسترا فلويد فروم بادي، وبعد كده فيو اورز تاني ابدا احط الباك تاني وابدا اسحب السوليوشن وابدا ارمي السوليوشن اللي فيها بعد ما يتسحب في مكان بعيد، يعني توكسيك سبستانس. واحنا قلنا طبعا كل ما السوليوشن يبقى فريش اي ابسورب الويست كويكلي، مع الوقت الفلترة أو الفلترنج بيقل، لذلك أنا بحتاج إن أريبيت البروسيس بنيو سوليوشن وأبدأ أعمل تاني بيرتونيوم. الموضوع ده ممكن يتم إيه؟ 5 to 6 times، من 4 to 6 times per day. البروسيس تبقى اسمها إكستشينج، أنا ببدأ أدخل فلويد وأسحبه تاني للجنرالتي المعينة بتاعته ديت، ودي تبقى اسمها إكستشينج. البروتونيوم دانسز نوت كومن، بس يهمنا انك تبقى عارف الفكره او المين ايديا بتاعت البروتينيال دانسز. السوليوشن بتخش في البروتينيال كافيتي بأوزمولاليتي معينه ويبدا بعد ساعتين يبدا تسحبه تاني ونشوف ونرجع نكرر الموضوع حوالي 6 تايمز في الويك. طبعا هو ليه انواع، في كونتينوس امبيلاتري بروتينيال دانسز البيشنت بيعملها لنفسه مش محتاجه ماشين، مجرد ان هو بيعملها ممكن يخليها على ثلاث خمس مرات في اليوم، شيء ممكن البيشنت يعملها هو في الورك، في النايم على السرير، في اي مكان، ف وات ايفر وين ايفر، يعني وير ايفر وين ايفر وير ايفر اند وين ايفر، فممكن البيشنت يعملها نفسه في اي مكان، ودي تبقى كومفورتبل حتى البيشنت، اسمها كونتينوس امبيولاتري بيرتونيال داليسيس. النوع الثاني اوتوماتيك بيرتونيال داليسيس بيستخدم ماشين اسمها سايكلر، هي ماشين بتقوم بالاكسشينج دوت. النوع اللي هو الاوتوماتيك بيرتونيال دانس ده يعني طالما في ماشين بتستخدم فيفضل ان هو يبقى شورت مالتيبل شورت سيشنز during the day or night، او تبقى لونج سيشن عشان البيشنت ما يزهقش منها، تبقى لونج سيشن during the night، هو نايم ممكن تعمل عن طريق لونج سيشن كده، بتقول الماشين ده بالعمليه بتاعت الاستخلاص دي بتدخل فلويد وتستخلص الويست سبستانس. مشكلة البريتونيال داس ان جنرال القسطرة بتاعته في الداخلة في البريتونيال كافيتي مشكلة كبيرة طبعا، هارم البيشنت ممكن يحصل انفكشن، يعني نسبة انفكشن عالية جدا. يبقى قلنا النوعين بتوعه الكونتينوس امبيلاتري بريتونيال داناليسيس والاوتوماتيك بريتونيال داناليسيس، وزي ما احنا قلنا هنا الصورة بتوضح فكرة البريتونيال داناليسيس. ده السولوشن ندخله في الكاستر مش في البريتونيال كافيتي بيقعد ساعتين او ثلاث ساعات ونبدا نسحبه تاني، ونبدا بعد كده ندخل فلويد تاني، نكرر الموضوع ست مرات في اليوم. طبعا الفلويد او السوليوشن بتاع الدايلسيس
نطقه نط مش متوفر في اماكن كتيره. طبعا ده بيخلي الانترنت دانسز نطقه عن الهوم دانسز اللي عن طريق الماشين موجوده، وفعلا وطبعا الافكاسي بتاعت الهوم دانسز بتبقى اعلى كتير من الانترنت دانسز. لما نيجي نقول الكومبليكيشن بتاع الدانس ان جنرال، طبعا الهوم دانسز ليه كومبليكيشن والانترنت دانسز ليه كومبليكيشن. البروتونيال دايسيس خاصة داخلة في البروتونيال، لو عارف يحصل بروتونيال كافيتي ممكن يحصل سيلولايتس في الاكزيت سايد، ممكن يسد الفلو بتاعه، ممكن يحصل ليكج من حوالين القسطرة، ممكن يحصل برفوريشن، ممكن يحصل هيدروثوركس بروتونيال سكليروزس مع كثرة الاستخدام، ممكن يحصل ميمبرين فيلير، هايبر جلايسيميا إلى بطل في فلويد مع العزملات بتاعتها مختلفة، ممكن يحصل لنا البيشنت يحصل هايبر جلايسيميا ويت جين، ممكن يحصل هايبر البومينيميا. كل دي كومبليكيشن، هل كلها بتحصل؟ مش شرط. دي كومبليكيشن ان جنرال بتاعت البروتينيال دايلسيس نبقى عارفينها. الهيمو دايلسيس طبعا الهيمو دايلسيس فيه كومبليكيشن مشهورة للبيشنت كده بعد ما يخلص الدايلسيس بيبقى فيه عدم اتزان كده بسبب ان بيحصل ساعات مع الفلويد اللي دخل بسرعة وسحب الفلويد، حاجة اسمها بريليمة بتعمل حاجة بتؤدي إلى ديس إكوليبريا، ممكن يحصل رابشر للفلتر برضه، ممكن الفلتر يتجلط وارد عشان تبقى بريد أوت كوردر بس وارد إنه يتجلط، ممكن يحصل هايبوتنشن خط يبقى من السحب، تحصل كارديك أريست اللي مشهورة في الهيموداياليسيس، يحصل توقف في عضلة القلب بسبب إن البلد بيتسحب ويخش على بالظبط لو الماشين شغاله بمب عالي، ممكن يحصل اير امبوليز وارد اير يخش في الفلتر يحصل امبوليز هيمولسيس، وارد يحصل كونتامينيشن للووتر اللي بتخش في الماشين، وارد تحصل خاصة لو لأن الماشين دي بتسبورتد باي ووتر فروم من حاجه اسمها محطه ميه، الماشين دي بتاخد بتسحب ميه من محطه الميه، محطه الميه دي بتبقى equipped by filters motors and many equipment يعني عشان تفلتر الميه اللي تخش للماشين to be working good. يعني ممكن يحصل contamination في المحطه دي فتؤدي الى ان الووتر يحصل لها كونتامينيشن، فبالتالي يحصل كونتامينيشن عامة للفلتر وكل حاجة يعني. ممكن يحصل allergic reaction، ممكن يحصل access hemorrhage، ممكن بامبي بلاستيك انفكشن. دي كوميونيكيشن وارد تحصل وارد ما تحصلش. طبعا احنا بس لان احنا بقى يعني بالنسبة تمام بما اننا قلنا في ووتر كونتامينيشن عشان نبقى عارفين ان الماشين بتستخلص ده من زي ما قلنا كده من البيشنت بتفلتر وبترجع تاني، انما الماشين نفسها عشان تشتغل بتسحب كميه ميه كبيره بس من الماشين كده اكبر بتسمى محطه ميه. يعني دي ان جنرال يعني دي مش مش نعرفها بس هي ايه دي اللي ممكن يحصل فيها الووتر كونترميشن، لان الماشين عشان تشتغل زي ما قلنا كده بتسحب ميه عن طريق موتورز، والميه دي عبارة ما توصلها تعدي على كذا فلتر، وارد يحصل كونتامينيشن في المرحله دي وده يخلي الافكاسي يخلي الكونتامينيشن نسبته عاليه في الدياليسيس. ترانسبلانتيشن لاين اوف تريتمنت للانتستيج رينال ديزيز طبعا خاصه لو البيشنت فيت فور ترانسبلانتيشن وريفيوزنج الدياليسيس، طبعا يعتبر بيست تشويس لو احنا عملنا ترانسبلانتيشن في بيشنت فيت ده هو البيست تشويس. في ترانسبلانتيشن لازم يبقى في دونر، وهنعرف ان الدونر ده لازم يبقى سيوتبل تو فيت تو دونيت كيدني، يبقى لازم في اي بي حاجه اسمها اي بي او اتش ال اي ماتشنج هناخدها في السلايدز اللي جايه نتكلم عنها. يعني طبعا الترانسبلانتيشن في ويتنج بيريود تبقى طويله، ممكن تقعد اسابيع شهور ممكن توصل لسنه، خاصه في بعض الاماكن في مصر ممكن تمتد عن كده كمان، خاصه ان لو متبرع من ريلاتيف
في الاماكن دي بتبقى فيها لونج ويتنج بيريود. بعد الترانسبلانتيشن البيشنت بياخد ادويه عشان يمنع ريجكشن ويقلل نسبه الريجكشن بنسبه كبيره، زي الاميون سبريسنت دراجز، امثله ليها البروجراف الاف كي 506 اللي هو بس البروجراف سايكلوسبورين وكورتيكوسترويدز. ممكن بعد ترانسبلانتيشن يحصل ريجكشن، وارد جدا طبعا. البروجريس في الرينال ترانسبلانتيشن كبير جدا، ودلوقتي ان ال 1 year graft survival دلوقتي بقى exceeding 95% in many countries. السكسس ريت ده بيعتمد على وجود suitable donor خالي من اي medical history، اي transmissible disease مش موجودة فيه. الـ age of recipient مهم جدا، كل ما يبقى young age كل ما يبقى fit for trans to be plateaued for transplantation، خاصة لو الـ patient primary kidney disease benign، يعني مش حاجة aggressive زي الـ focal segmental والحاجات اللي هي بت recurrent. كل ده بيخلي الـ success rate عالي. الـ place والـ environment، كل ما يبقى فيه healthy و good hygiene في المكان اللي عملنا في transplantation كل ما يبقى success rate عالي. يبقى presence of your suitable donor without any past medical history or transmissible disease, age of recipient and his primary kidney disease, good place and environment for transplantation. طبعا كدني ترانسبلانتيشن هي تكنيك اوف امبلانتنج كدني فروم وان بيرسون تو انذر هو هاز اند ستيج كدني ديزيز، وبنعمل ترانسبلانتيشن، بنعمل عمليه ترانسبلانت في البلفيس. ترانسبلانت كدني بنعمل لها ترانسبلانتيشن في البلفيس. طبعا كدني ترانسبلانتيشن هو الالتيميت تريتمنت اوف شويز البيشنت، خاصه عندهم اند ستيج رينال ديزيز، وطبعا لو هو كل ما يبقى سنه صغير وكل ما يبقى فيت فور ترانسبلانتيشن ده طبعا كواليتي اوف لايف هيبقى احسن كتير كومبير تو دياليسيس. في عندنا كرايتيريا فور كدني دونر، طبعا برينتد بيشنت ان many countries بتطبق الموضوع ده. برينتد بيشنت كان دونيت ترانسبلانتي كان دونيت كيدني، خاصة لو ما فيش اني بري اكزيستنج كيدني ديزيز ولا اي ترانسميزبل ديزيز. طبعا الدونر لازم يبقى فيه حاجة اسمها اتش ال اي ماتشنج، وهي تحليل توافق الأنسجة، والبلاد جروب المفروض يبقى فيه سيميلاريتي بين الدونر والريسيبيانت، خاصة في البلاد جروب في ال NHLA matching. الدونر المفروض يبقى الميديكال هيستوري بتاعه كويس، الكيدني فانكشن بتاعته طبعا وزي نورمال، يعني مش هتخلي واحد عنده مشاكل في الكلى يعمل ترانس دونيت كيدني لحد تاني. وطبعا الدونر should be highly motivated. يبقى دي in general معلومات عن الترانسبلانتيشن. يبقى احنا قلنا ان الترانسبلانتيشن ده هو تريتمنت اوف شويس، خاصة لو البيشنت كان افورد ستيبل ريفيوزنج دياليسيس. مشكلته ان احنا في ويتنج بيريود تبقى طويلة، لازم يبقى في سيوتبل دونر. طبعا في ادوية مكلفة جدا، الاميون سبريسنت دراج اللي هي بتمنع ان يحصل ريجكشن او بتقلل نسبة الريجكشن، بس الريجكشن ممكن يحصل أكيد. يعني ما نقدرش إن بالأدوية دي إن يبقى في بس الريجكشن، بيعتمد على حاجات كتير جدا. أو السكسس ريت بتاعت الترانسبلانتيشن زي ما هنقوله في السلايدز الجاية بيتحدد ببعض البوينتس. إحنا قلنا السكسس بتاع الترانسبلانتيشن وصل 95%، خاصة في الـ 1 year graft survival. success rate قلنا related لبعض البوينت زي وجود suitable donor for transplantation، مفيش medical history، مفيش transmissible disease، الـ age of recipient and his primary kidney disease،
good place and environment for transplantation، كل ده يخلي السكسس ريت عالي. وقلنا ان الترانسبلانتيشن ده هو الالتيميت تريتمنت اوف شويس للبيشنت ان ستيج رينال ديزيز. كريتيريا فور كيدني دونر ان البرينتد بيشنت ار اليجيبل فور كيدني ترانسبلانتيشن. No evidence of pre-existing kidney disease. The donor should not have any transmissible disease and should be matching in HLA and blood group between donor and recipient. وقلنا لازم يبقى في excellent medical condition والدونر must be highly motivated. كل دي criteria for kidney donor. ده اللي يهمنا نبقى oriented بيه عن موضوع transplantation. وشكرا لكم جميعا. طبعا يعني المحاضرة هنكرر تاني، مجرد انها guidance لينا للمين بوينتس اللي احنا المفروض نبقى oriented بيها. المحاضرة مش هي السورس الأساسي للمذاكرة، احنا بنعرف المين بوينتس وبنحاول نقرا من المراجع اللي هي معانا طبعا، بس دي المين بوينتس اللي لازم نبقى عارفينها في الرينال ريبليسمنت سيرفي. وشكرا لكم.